عرض لك لقاء مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق او الاسبق لنادي الزمالك والمدير الفني الحالي لمصلال القطري. تعالوا نتابع مع حضراتكم كده قال ايه وبعدين نرجع نكمل كلامنا. مهم لينا يبقى عندنا فرصه نلعب فريق كبير زي الزمالك ونكسب. مش سهله لانه نعمل حاجه في الزمالك ونكسب حتى في مباراه وديه حاجه كويسه. بس انا برضه زعلان لانه مش مبسوط ان انا اكسب الزمالك. الزمالك is always a big club. الزمالك نادي كبير، اللعيبه فيه لعيبه اتغيرت، بس الزمالك الانديه الكبيره نادي كبير. الزمالك عيب في قلبي، نادي كبير. اكتر حد، اكتر نادي فرق معايا وحبيته في حياتي. لان جماهير الزمالك في كل حته، كمان في السعوديه وفي قطر بيوقفوني في الامارات واحنا موجودين هنا. على طول بيوقفوني وبيبينوا لي حبهم وبيتصوروا. فدي على طول هتبقى الفرقه اللي هي السبيشال يعني بالنسبه لي. صعب. I have so much respect for Mr. Hussein Labib. He is a great man, موقع صعبة. أستاذ حسين لبيب راجل كويس، راجل هايل، وكمان شخص ومدير هايل كمان. بس هي موضوع صعب. For the player, not to bring new player, fresh blood. عشان لسه ما فيش لعيبه جديده محتاجين، ودايما الزمالك بيلعب تحت ضغط، فالموضوع مش سهل، الموضوع صعب. بس انا فاهم ان هو صعب، لحظات صعبه عليهم، بس انا متاكد ان الزمالك هيرجع اقوى من الاول كالعاده، عاده كل الزمالك. لا ما حدش، بس علاقتي طبعا بيه كويسه. احترامي للنادي واحترامي لاستاذ حسين لبيب كبير، لانه شغلته او مش شغلته، يعني المهمه اللي قصاده صعبه.